كلمة رئيس المنتدى الدولي للشباب الأستاذ سامر بوعز الدين. أيها الأحبة، لأن الولاء للوطن لا يحتمل ولا سواه، فإنني أحلم أن تتسع طائفتي على امتداد الوطن وأن تبقى بعيدة عن التقوقع، لأنه لا مكان للارتجال والقرارات العشوائية والمزيد من الخطب الشعبوية، فلا بد من مخاطبة الشباب بروح العصر، احتضانهم، مد يد العون لهم، فتح الآفاق لهم، ومحاورتهم وتقديم نماذج متطورة وعصرية لقانون الانتخاب، لأننا عندنا قنوط من السياسة والعادات والتقاليد ونزوع لتغيير أسس السياسة الإقطاعية، فلا غنى عن رهان على شباب يؤسس لشيء جديد على مستوى الطائفة والوطن، والعمل على مستوى الشباب والناس، القرب منهم بانتظار أيام أفضل، لأننا نحلم بالوجه الجميل للبنان وبيروت بوجه لم تبشعه قباحة الحرب وسمعة طيبة لم تلوثها النفايات، لأننا نحلم بلبنان خال من الفساد في أرجائه ودوائره وإداراته ومؤسساته، خالية من صيحات الاحتجاج والحراك الاعتراضي. أدعوكم لتحمل المسؤولية وكتابة فصل أول من فصول قصة نجاح للبنان الحبيب، ونبدأها نحن وتكمل كتابتها الأجيال الطالعة، نبدأها نحن وتكمل كتابتها الأجيال الطالعة من المستقبل الآتية من بعدنا. دمتم أقوياء، دمتم بخير، عشتم، عاش لبنان.